يا صباح الخير. 1/1/2012 اول يوم في السنه الجديده، ويا رب يبقى يوم سعيد، ويا رب تبقى سنه سعيده. هيبقى فيها مشاكل وهيبقى فيها حاجات كتيره ايجابيه، بس ان شاء الله في المجمل تبقى سنه حلوه على كل المصريين، مسلمين ومسيحيين. كل يوم وحضراتكم طيبين. برحب بيكم حلقه جديده من نهارك سعيد، اول حلقه في 2012. هنكون معاكم على دلوقتي انا وفادي ومي. نهاركم سعيد. نهاركم سعيد. على كل بيتابعونا مره تانية، كل سنه وكلكم يا رب طيبين. ان شاء الله تكون السنه دي سنه كلها خير وسعاده وسلام وانسجام على كل الشعب المصري بكل اطيافه يا رب. ان شاء الله كل الاماني اللي ما قدرناش نحققها في 2011 نقدر نحققها بشويه جهد شويه في 2012. كل سنه وكل حضراتكم طيبين. صباح الخير على كل مشاهدينا، وكل سنة وانتوا طيبين. حلقة 1/1/2012 1/1/2012 وكل سنة وانتوا طيبين، ويا رب تبقى سنة سعيدة على الجميع، كل المصريين في مصر وبره مصر وكل الدنيا. يا رب تبقى بخير، ويكون العام الجديد اهدى شوية من 2011. 2011 بقى راحت بكل اللي فيها، لانها كانت سنه يعني كانت تقيله جدا. اتمنى 2012 الدنيا تبقى فيها تبقى احسن، ومصر تبقى احسن، وثورتنا في عيدها القادم تبقى احسن ان شاء الله. فقرات كتير عندنا النهارده، هنحتفل معاكم بطريقتنا. من ضمن الفقرات اللي هنتكلم فيها عن 2011، بس هنكون ايجابيين وهنحاول نعرف ايه اهم الحاجات الايجابيه اللي حصلت خلال 2011 وتوقعاتنا ل 2012 عامله ازاي. هنحاول رغم كل الصعاب اللي عدينا بيها، رغم كل المشاكل، رغم كل الشهداء اللي خسرناهم خلال الفترة اللي فاتت، خلال السنة اللي فاتت، هنحاول نبقى إيجابيين، وهنحاول ما نبصش على نص الكوباية الفاضي، هنحاول نبص على نص الكوباية المليان. وهيكون معانا أستاذ عمار علي حسن علشان نشوف رؤيته لما حدث وتوقعاته لما هو آت. بما أننا بقى هنتكلم عن حصاد 2011 في السياسة، نتكلم كمان عن حصاد 2011 في الفن. نتكلم على جهاز الرقابة على المصنفات الفنية. دايما بيبقى في مشكلة بين الرقيب والمبدع، سواء في 2011، سواء قبل الثورة، سواء بعد الثورة، دايما المشكلة دي بتفضل موجودة. هل هتستمر في 2012 ولا هيبقى فيه شوية كده اختلاف في المعايير الرقابية؟ هنعرفه أكتر من دكتور سيد خطاب، رئيس الرقابة على المصنفات الفنية. وكمان مشاهدينا هنتكلم عن 2012 وتوقعات الفلك ليها، واكيد ناس كتير جدا عايزه تعرف ايه اللي هيحصل في 2012. هيكون معانا ناتالي سمير، رجعت لنا بعد فتره طويله، خبيره الابراج. هنتكلم معاها النهارده، مش هيكون في صحافه النهارده، يوم مختلف. هنتكلم عن توقعات الابراج لسنه 2012، ال 12 برج اللي عاوز يسمع برجه يستنى. ليك مني بقى 50 جنيه على كل فلوس هتتوقعها لنا في الابراج. ديل فير ديل. انت بقى ترشي نتا شخصيه كمان، يعني مش بس تمشي ابراج، عايزين فلوس بقى 2012 دي علشان الدنيا تبقى تمام. يعني نتمنى. بص برسنتج على طول نتمنى، ولو ان برضه بيبقى ساعات بتوقعوا حاجات يعني بتقلق يعني برضه. طيب علشان كمان كل الناس تبقى يعني برضه متفائله، والناس اللي بتحب الاكسسوارات وبتحب اللبس، هيبقى عندنا فقره النهارده عن الاكسسوارز في 2012 هتبقى عامله ازاي، علشان الناس يعني تبتدي تستخدم الاكسسوارات في حياتها بشكل مختلف، ودي هتكون فقره عندنا النهارده ان شاء الله. اكيد نسيبكم بقى نبتدي معاكم اول فقره وفقره الابراج بس بعد الفاصل. يلا بينا. 50 جنيه على كل